كرام، ليل البصرة الفيحاء عصفت به حرارة الأجواء قبل حرارة الأرجاء. أصوات صادحة تبحث عن الماء لا الاعتداء، ولسان حال الوجهاء المتظاهرون والقوات الأمنية أشقاء لا أعداء. بالحق صدح الصوت وبالمطالب صرح، هنا البصرة، هنا للسياب كلمة وللناس حديث وللمسؤولين الصمت. فبين النيران والإنسان مفارقات تنتظر البيان. أنقذوا الفيحاء، فالمطالب توحدت والدماء اشتركت والبصرة صرحت، الهدف سيتحقق قريبا. نتمنى من كل مسؤولين أن يثبتون على البصرة، البصرة ما يستاهل اللي جاي يصير بيها. محفظ البصرة وأهلها، كلنا مع أبناء البصرة وكلنا مع حقوق البصرة. الحكي 11 كربلاء مظلوم، كربلاء حسين بعد الأسرة عمر ضايق، هنحفظ البصرة وأهل البصرة. من قاسمين مظلومين بس. اللهم احفظ شعبنا البصري، اللهم احفظ مدينتنا، اللهم احفظ بصرتنا. المدينة التي أول من لبت نداء المرجعية في الذود عن العراق وقدمت التضحيات والشهداء. من هذا المنبر الكريم حقيقة يعني في القلب غصة، نشاهد أخواننا في الشعب البصري يمر في هذه المحنة. إحنا نقول يعني يصعب علينا نشوف. إحنا أنا أوجه نداء للحكومة اللي نايمة، أعتقد اللي تنقذ أهالي البصرة.